أحب هذه اللعبة يا ريشة. هل أنتم مستعدون لرمي الأطواق على الغصن؟ كان معكم حسون، والآن مع بلبل. ممتاز، والآن ريشة تستعد. كانت تلك تسديدة رائعة يا ريشة، رميتك قوية. ريشة، يبدو أنك محبطة لأنك لم تتمكني من تسجيل الهدف. أفهم ما تشعرين به، جميعنا نشعر بالإحباط أحياناً، وأصدقاؤنا يمرون بشيء مشابه. دعونا نرى ما سيحدث. ياه، مطر! يا؟ مالك؟ بسمة، أنا كتير بحب المطر، أنت بتعرفي. بس شو؟ نفكر بالعصافير، يا ترى وين بدون يتخبوا من المطر؟ وين؟ ما بعرف. زاب؟ خطرت عبالي فكرة، شو رأيك نعمل بيت صغير للعصافير يتخبوا فيه من المطر؟ فكرة ممتازة، فكرة حلوة كتير طبعا. معزوزة، معزوزة بدك تساعدينا؟ يا سلام، يلا نعمل بيت للعصافير. نجحنا! كتير حلو إنه إحنا عم نحمي العصافير من المطر! طبعاً! يا سلام! أحلاكم! تمام! تمام! هلأ بدنا نقلد صوت جاجة! بك 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 بك! مطر وقفت، تعالوا شوف! شوفوا شو صار! العصافير طارت! والبيت! البيت خرب. أنا عن جد كنت كتير حابة إنه يستفيدوا العصافير من البيت اللي عملنا لهم إياه. فكرت إنه رح ننجح. هذا الشيء ما كان جزء من الخطة أبداً. يبدو أن جاد وبسمة ومعزوزة كانوا يحاولون بناء بيت للعصافير ليحميهم من المطر. نعم، لكنه تبلل وسقط. دعنا نسألهم عن شعورهم تجاه ذلك. جاد، بسمة، معزوزة، ماذا يحصل؟ نحن كنا بدنا نساعد العصافير، تمام؟ بس بيت العصافير تبلل، وهلأ أنا حاسس إنه كتافي تقلانين. وأنا كمان حاسة إنه ما رح نقدر نعمل بيت للعصافير يحميهم. يبدو أنكما تشعران بخيبة أمل. صح، أنا حاسة بخيبة أمل، وأنا كمان حاسس بخيبة أمل. هذا شعور طبيعي، يمكن أن يكون الأمر مخيبا للآمال عندما نكون متأكدين من شيء ما ولكنه لا ينجح كما خططنا. لا تستسلموا، حاولوا مرة أخرى. تمام. شكراً. أنا حاسس بخيبة أمل لأنه خطتنا لبيت العصافير ما نجحت. أنا كمان، بس نقدر نلاقي حل. لا 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 لا. أهلاً أهلاً. أهلاً سلمى. إيه اللي حصل مالكم؟ سلمى، إحنا عملنا بيت للعصافير من الكرتون، بس تبلل بالمطر وخرب. خرب. حبايبي، أنا فخورة بيكم جدا إن أنتم بتهتموا بالعصافير، بس تعرفوا أنا لما بواجه مشكلة بعمل إيه؟ شو؟ بطلب المساعدة. مرة كل حد منا بحاجة.
يحبونا، فينا نسأل العيلة، فينا نسأل الأصحاب، واللي بنرتاح لهم واللي بنقرب. هي المساعدة بابارم بابارم بابارم، هي المساعدة بابارم بابارم بابارم. هاي تمام، هذا حل ممتاز. طيب سلمى، تقدر تساعدينا نعمل بيت العصافير؟ صح، بيكون يتحمل المطر. صح. أكيد طبعا. بصوا، إحنا مش هنقدر نتحكم في المطر. صح، بس ممكن نتحكم في المواد اللي هنبني بيها البيت. تمام. يعني مثلا البيت اللي انتوا بنيتوه من الكرتون. صح، والكرتون بيذبل. مزبوط، ولهيك نحنا بحاجة لشيء أقوى. إشي أقوى، إشي أقوى. ممكن نستخدم البلاستيك؟ بلاستيك؟ أو ممكن نعمله من الخشب. من الخشب. خشب. صح، خشب. هاي، في حدا قال خشب؟ أصدقائي، في عندي كتير من عيدان البوظة. برجور، إحنا بنحتاج عيدان البوظة عشان بدنا نعمل بيت للعصافير. مزبوط، من الخشب. مزبوط. صح سلمى؟ مزبوط مزبوط. أكيد، أنا جرجور عندي كل اللي بتحتاجوه يا أصدقائي المهندسين. طيب بص، إحنا محتاجين خشب. صح. وكمان حنحتاج غرة. ويكون قوي كتير كتير كتير. أكيد، وأنا عندي أقوى غرة في العالم كله. تمام. شكرا يا جرجور. ايدي ملزقة. جرجور ده شكله فعلا اقوى غرة في العالم. اقوى غرة في العالم. شكرا. تمام. طيب جاهزين؟ طبعا جاهزين. يلا بينا. انا شوية صغيرة وبكون معكم. ها؟ شكراً للمساعدة سلمى. ده شغل جماعي هايل، عملنا حاجة ممتازة. سلمى عن جد كتير شكراً. عفواً عفواً. طيب خدوا البيت وأنا حروح علشان عندي حصة لازم ألحقها. هتحطوه عند الشباك؟ تمام. تمام. هجيلكوا كمان شوية. تمام. سلام. جرجور، أنت كمان شكراً لأنك ساعدنا في عيدان البوظة. صح. عفواً، أنا دايماً جاهز للمساعدة. والبيت شكله رائع وكتير متين. صح. أنا حاسة بخيبة أمل مرة تانية. وأنا كمان. شو بدنا نعمل هلا؟ ها؟ ما بعرف. مرحبا، كيف حالكم؟ أهلاً هادي. أهلاً هادي. إيش صاير؟ هادي، إحنا كنا عم بنحاول إنه نعمل بيت للعصافير. أول مرة عملناه من الكرتون، بس تبلل بالمطر وهلا انكسر، ونحن حاسين بخيبة أمل. خيبة أمل. على فكرة كتير طبيعي الواحد يحس بخيبة الأمل لما الأمور ما تمشي مثل ما بدنا. حتى أنا بصير معي خيبة أمل. بس بتعرفوا شو بعمل؟ شو؟ شو شو شو؟ بظل أحاول أتذكر كيف قدرت أحقق أشياء صعبة، بتذكر مهاراتي فيها، وهذا الإشي بيساعدني أظل أحاول. أنا بقدر 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 بقدر، رح أذكر حالي دايماً بقدر بقدر، حتى لو في تحدي أنا مهما صار بقدر، مش رح أحكي مستحيل لأني بقدر، رح أعمل جهد مش قليل. أنا بقدر 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 بقدر، أسوي كتير أشياء بقدر بقدر، أكم شغلي أو أكتر، واحد من ثلاث أشياء. هادي، هاي الفكرة رائعة كتير. بسمة بسمة، نحن مع بعض حققنا أشياء صعبة. أشياء صعبة؟ صح، عملنا قطار. ها؟ شكرا شكرا. صح، وكمان عملنا سيارة من الكرتون.
عملنا رجل ثلجي. رجل ثلجي؟ ها؟ صار عنا رجل ثلجي، صار عنا رجل ثلجي. طيب حلو، يعني هلا قادرين تحاولوا كمان مرة؟ طبعا جاهزين نحاول نصلح بيت العصافير. تمام التمام، نحن هيك خلصنا. ما أحلى، عن جد حلو كتير. ها؟ يا سلام يا سلام يا سلام. أنا كتير كتير مبسوطة. وأنا كمان مبسوطة كتير. حبايبي أنا كتير 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 فخور فيكم. شكراً. أنتوا اليوم ذكرتوا حالكم بكل الأشياء الرائعة اللي بتعرفوا تعملوها. صح. وشوفوا النتيجة. هلا صار عندكم إشي جديد ورائع تعلمتوا تعملوه وراح تضلكم تتذكروه. صح صح. وأنا قرقور أخيراً شلت كل الريش اللي على إيدي. ممتاز قرقور. وهلا إذا بتسمحوا لي راح أروح أحط الباقي من عيدان البوظة بعربايتي. مع السلامة. قرقور الريش. شكلها حتمطر. يمكن حتمطر. خلينا نفوت يلا. تمام تمام تعالوا نفوت لشوف. هذه فكرة عظيمة. إن تذكر ثلاثة أشياء أجيد القيام بها يساعدني على أن أشعر بثقة أكثر. ممتاز يا ريشة، لقد تدربت على هذه الأنشطة والآن أتقنتها كلها. هل تشعرين بثقة أكبر الآن؟ هل تريدين محاولة رمي الطوق مرة أخرى؟ هل أنتم جاهزون لجولة أخرى؟ أهلاً يا أصدقاء، حابين نفرجيكم كيف تشتركوا بقناة أهلاً سمسم على اليوتيوب عشان تضلكم على اطلاع بأحدث الحلقات والمحتوى. كل اللي عليكم تعملوه إنكم تضغطوا على الزر الأحمر اللي موجود هون. عفواً موجود هون.